ونبدأ الحصة أستاذ رجب اسمح لي بردود الأفعال الغاضبة من غزة حول خصم الرواتب، نتابع معا. أنا بنشد السيد الرئيس أبو مازن، إحنا أبو مازن أولاد شعبك، أولاد الشعب الفلسطيني، دون تميز، دون عنصرية، إحنا أبناء القطاع، أبناء القطاع اللي مر عليهم ثلاث حروب في أقل من 7 سنين، اتدمروا، اترملت نسوانهم وتيتموا وشهدوا في الشوارع وجري ورا عينات الوكالة وغيرها، إحنا اللي صمدنا 8 سنين، العالم كله الأوروبي والعربي بيحكي عن صمود أهل غزة، اليوم أنت يا أبو مازن وأنت الأب الراعي لينا، أنت اللي بتكسرنا بقطعة الرواتب، إذا أنت مش مسؤول عن قطعة الرواتب، مين مسؤول؟ إحنا أولادك، أبو عمار لما طلع يتعايش في فرنسا وكانت آخر طلعة، قال دير بالك على أولادي يا سلام يا سلام قطعة الرواتب، اليوم إحنا أولادك يا أبو مازن، وين أنت؟ أنت وين؟ وين يا حمد الله؟ إيش اللي بتعملوا فينا؟ إحنا مش عشان الشواكل ومش عشان قطعة الرواتب كلنا واقفين، إحنا كلنا أبناء فتح وكلنا أبناء الشعب الفلسطيني وكلنا أبناء منظمة التحرير الفلسطينية اللي بترعى المشروع الفلسطيني، لكن إحنا اليوم عشان ما بعد الرواتب، إيش اللي بده يصير بعد قطعة الرواتب؟ قطع روس؟ إحنا بنستنى الموت في غزة، غاز ما فيش، رواتب ما فيش، كهرب ما فيش، معابر ما فيش، وضع صحي سيء، البلد منكوبة، حرام عليكم، تعالوا شوفوا ولادنا، شوفوا حياتنا كيف، الثانوية العامة مش لاقيين مصاريف، الجامعات مش لاقية، المواصلات وقفت في البلد، راتب رام الله اللي مشي كل البلد، ليش التميز؟ ليش رام الله تقبض وإحنا لا؟ ليش الضفة تقبض وإحنا لا؟ ليش ما عليهمش حصار؟ محمد يرس محمد لا يرس لمين؟ لصالح مين؟ مشروع أمريكي جديد وإحنا ما عندناش خبر فيه؟ إحنا محرقة على مين؟ لحظة مين إحنا محرقة؟ حد يقول لي يا ابو مازن احنا ولادك طول عمرنا في ظهرك وطول عمرنا معاك وشللك على راسنا يا ابو مازن قلت التزموا في 2007 بالاضراب التزمنا وكحنتنا نزلنا على وسع منه واحنا نشتغل احنا معاك وين ما نكون لكن مش وقت ادرس اولادنا كفايه ما حدث لاهل غزه كفايه ما حدث لاهل غزه. استاذ رجب لماذا تدفع غزه ثمن التسويات؟ للاسف انا اتمنى ان يرى سيادة الرئيس هذا المشهد وهذه المناضلة كما هو الحال في الواقع الفلسطيني خصوصا أهل غزة، هؤلاء الذين دفعوا ثمن الحروب والنكبات، وهؤلاء الذين هم يعني يعتبر أهل غزة الكرام الذين رحبوا بالعائدين مع القائد الرمز الشهيد أبو عمار وأمطروهم بالورود وهيئوا الجو، هم هؤلاء أبناء غزة الذين فرشوا مكاتب السلطة الوطنية الفلسطينية، هؤلاء الذين ساهموا في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.